اه انا لابس قميص. اه لابس قميص. اه خلاص خلاص انا لابس قميص ماشي. انا رايح دلوقتي ان شاء الله عشان ادي توك في الايه الكوبتيك ثيتر، اللي هي المسرح القبطي. التوك ده لشباب بتوع هندسة عين شمس، واظن عمارة او مدني مش فاكر بالظبط ايه، بس انا سمعت عمارة وسمعت هندسة، فقلت يلا بينا نكلم الشباب البائسة اللي زي، بحس ان هم عندهم طموحات كبيرة جدا، او اتعلموا انه هم ممكن يعملوا كل حاجة وتعلموا حاجات كتير، وبعد كده بيصطدموا بواقع ما بيديهمش اي حاجة خالص، واملهم في الهندسة بتتحطم. انا رايح النهاردة ان شاء الله عشان احطم التشاؤم ده. النداء ده ولا ايه؟ القنصلية الكندية. play doggy play don't lick me please. انا بحب العب مع الكلاب بس بخاف من حوار اللحس ده. مسلم بروبلمز فكرة. ما اديش توكس خالص تقريبا، يعني تقريبا ده تاني توك اديش السنة دي. المسرح فوق ولا؟ وبعد اذن انا مش هقدر بس الضروره تحدد ساعات ان انا وقد ايه الاكسبيرينس بتاعته في الجامعه سبيشالي، وازاي لما غير العمل شيفت كارير بعد كده، دي اكتر حاجه كانت بالنسبه لي فعلا يعني مؤثره وملهمه شويه وهتساعدني انا شخصيا، وانا متاكده من ده عشان انا برضو عندي نفس الحته، وانا برضو عايزه اعمل شيفت كارير. برضو في البودكاست بتاعه في حاجات كتير قوي الناس اللي هو بيستضيفهم علشان يتكلم معاهم بيعرف كويس قوي يستضيف الناس، بيعرف يتحور معاهم في المواضيع اللي فعلا هتساعدنا، مش زي بودكاست كتير ممكن تبقى بتتكلم في مواضيع بعيد عننا ومش شبهنا خالص. فبجد ليا الفخر ان انا بقدم النهارده حازم الصديق. السلام عليكم. عاملين ايه؟ مين عنده امل في الحياه؟ اوكي شكرا شكرا انك بتصور جدا، يعني انا عارف انك قمت من على اللي انت بتعمله. I appreciate it. طب الحياة رسمة جدا، واحنا هدفنا في الاخر ايه؟ هدفنا في الاخر ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى عشان ندخل الجنة بس. فانا جاي عشان اقول لكم وادعوكم ان انتوا ما تحدوش نفسكم، واللي فيكم عنده تطلعات مختلفة، اللي فيكم مالتي تالنتد، اللي فيكم مالتي ديسيبلينري، اللي فيكم بيني بيسموه عالم بيني، اللي هو ما هوش فيزيسيست بس، ما هوش ماثيماتيشن بس، هو بيني. اللي فيكم عنده اهتمامات كتير يدوس وما يخافش. شكرا. ايه رايك؟ والله العظيم بالظبط جدا، يعني انا اصلا من زمان نفسي اعرف حضرتك وجريت الكوركينج سبيس كذا مره، فالحمد لله المره الحلوه شفت حضرتك في الوقت المناسب جدا. وانت لابس بدله وبتاع لبستني قميص يا ابن اللذينه. ماشي سوري والله اسف ولا لا حبيبي. الله يكرمك. السلام عليكم. مع السلامه. الانسان عباره عن قناعات. القناعات دي او الحاجات اللي انت مقتنع بيها او الحاجات اللي بتبقى جزء منك هي دي اللي بتدفعك انك تتحرك، انك تاخد اكشنز. طيب القناعات دي بتيجي منين؟ القناعات دي بتيجي من فكره، من قصه، من بذره. الفكره دي هي اللي بتحدد القناعه، والقناعه هي اللي بتؤدي لفعل. فلما يجي حد يقول انا بعمل حاجات كتير في حياتي ومش لاقي الشغف بتاعي، مش لاقي الحاجه اللي انا مسنك فيها مع نفسي 100%، مش لاقي الحاجة اللي بتخليني حاسس ان انا في مكاني الصح، اللي مش عارف ايه البتاع، انت اصلا جامد وانت اصلا شغال وانت اصلا بتعمل حاجات كتير، مين اللي قالك ان انت لازم تكون بتعمل حاجة واحدة بس؟ جبت منين القناعة دي؟ جاتلك منين الفكرة دي؟ لما تفهم الدوافع بتاعتك، التسلسل بتاعها جاي منين، وان هي عبارة عن البذرة
اللي بتخليك تاخد اكشنز في الحياه، والبذره دي هي الفكره. نبتدي بقى نكويشن الافكار اللي عندنا، نبتدي نشوف الفكره دي جت منين، انا بعمل ده ليه اصلا، والفكره دي صح ولا غلط. الفكره بتاعت ان انا لازم يبقى ليا شغف واحد، ولازم اعمل حاجه واحده في حياتي، ولازم ابقى حاسس كل يوم ان هي دي الحاجه، ولو صحيت في يوم لقيت نفسي مش حاسس ان هي دي الحاجه فانا كده في مصيبه، ولازم ابتدي ادور على حاجه تانية. عشان الكلام ده منتشر وناس كتير بتدعو ليه، وناس بتعتبر انه هي دي الحقيقه، وبتدعو ليه بقناعه انه this is a fact، دي معلومه، والواقع ان ده هلك، ده كلام فاضي، فعلا كلام فاضي. الحاجه الوحيده الحقيقيه في حياتنا اللي بتدفعنا وبتاثر على تصرفاتنا وبتحدد وجهتنا هي ان العمل بتاعنا يبقى بيرضي ربنا بس. بس مش انت الفيجن بتاعت حياتك او الفيجن بتاعت البيزنس بتاعك او الرؤيه بتاعت الحاجه اللي انت بتعملها هي اللي بتحدد النهارده انا هعمل ايه، وهقبل اروح المكان ده ولا لا، وهتجوز البنت دي ولا لا، وهكلم امي ازاي، وهدوس في شغل ايه، حرام ولا حلال، والكلام ده كله. الحاجه الوحيده الثابته، الحاجه الوحيده الحقيقيه، الحاجه الوحيده اللي احنا نبقى بندور عليها كل يوم، وفي الواقع الحاجه الوحيده اللي ليها وزن عند ربنا سبحانه وتعالى هي ان العمل يبقى حلال، هي ان انا ابقى برضي ربنا. الكلام ده مش كلام نظري خالص، الكلام ده حقيقي وعملي، والكلام بتاع الشغف هو اللي كلام نظري، كلام الفكسان والافكار الفكسانه بتاعت الشغف هو اللي كلام نظري. سلام.